رفض مجلس منظمة الطيران المدني الدولية ICAO الطعون التي قدمتها دول الحصار على الشكوى القطرية. وعقد المجلس اجتماعا على مستوى الوزراء في مدينة مونتريال الكندية. ورئيس وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي الوفد القطري. وينضم إلينا من مدينة مونتريال مراسل الجزيرة عمر الصالح. عمر، ما الذي حصل في هذه الجلسة؟ انتهت الجلسة قبل دقائق من الآن واستمرت تقريبا 4 ساعات بحضور وزراء دول الحصار، وكان هناك دولة لدولة قطر يرأس وفد قطر وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي، وينضم إلي الآن مباشرة من مدينة مونتريال. معالي الوزير، أهم ما اللي دار في جلسة اليوم؟ الحمد لله وبفضله مثل ما شفت أنت مجموعة كبيرة من الوزراء والمحامين والقضاء، لكن الحمد لله لا يصح إلا الصحيح. تم رفض جميع الطعون من دول الحصار التي قدمتها على اتفاقية شيكاغو واتفاقية العبور، وتم قبول الدعوتين من دولة قطر، وهذا انتصار حقيقي للحق والعدل. وكان جلسة استمرت أكثر من 4 ساعات من مداولات ساخنة من دول الحصار وتقديم أعذار واهية من 4 دول مجتمعة، ولكن الحمد لله لا يصح إلا الصحيح وانتصرنا بحمد الله، وتم رفض جميع الطعون المقدمة وقبول باكتساح من المجلس للنظر في قضية دولة قطر مع دول الحصار. طيب، ما هي الخطوة القادمة لكم لدولة قطر وهي الإجراءات المتوقعة من ICAO؟ أعتقد أن الخطوة القادمة، طبعا مجلس المنظمة سيقرر يوم الجمعة خروج الورقة النهائية لقرارات المجلس. سنتقدم احنا بأوراق أخرى للمجلس في هذا الوقت إن شاء الله تؤدي إلى حلحلة الأمور، لكن أعتقد أن دول الحصار ستقدم اعتراض مبدئي أو استئناف لهذه القضايا على أساس أنها لا تختص. كانت الدعوة القضية مالهم أن المجلس ليس له ولاية وعدم اختصاص في اتفاقية شيكاغو، ويطلب من محكمة العدل النظر فيها، فهو بيستأنف على أساس ينقلها إلى محكمة العدل، لكن احنا متأكدين من عدالة القضية. الشؤون الفنية والاختصاص للمجلس حكمت بالقضية، فما تروح أي مكان للتحكيم ثانيا، سيكون الاختصاص لهذا المجلس للبت في هذه القضية. فإن شاء الله أن نتقدم بأوراق ثانية لحلحلة القضية بالسرعة الممكنة. الآن لدى دول الحصار 7 أيام من تاريخ خروج القرار من الأسبوع الجاي للرد على الشكوى الرسمية لدولة قطر. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. هذا ما لدينا من الوقت الآن، عودة لكم إلى الاستوديو في الدوحة. شكرا جزيلا لك عمر الصالح مراسل الجزيرة من مونتريال الكندية. شكرا.